هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا اكيد ملاحظين ان انا بنفس الطقم بتاع الفلوج اللي قبل ده. انا مش عارفه بصراحه الفلوج هينزل اول ولا ده. المهم ان انتوا هتلاقوا فيديوهين ورا بعض بنفس الطقم. ليه بقى؟ لان انا رجعت من بره لقيت ان انا لابسه وجاهزه، وطبعا نادرا نادرا لما ببقى لابسه ومتظبطه كده وبتاع، فقلت ان انا اصور لكم الفيديو ده على طول. طيب الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن ايه؟ اكيد شايفين من العنوان احنا لعبنا وهزرنا، رمضان خلص، العيد خلص، والامتحانات داخله. سواء كنتي ثانويه عامه او كنتي في ابتدائي او اعدادي، احنا كلنا والجامعه كمان، انا جامعه، كلنا لسه ما امتحناش وعندنا امتحانات الفاينل الفتره اللي جايه، فعايزين نظبط نفسنا. انا طبعا انا عارفه ان ناس كتير قوي نفسيتها زي الزفت، عارفه ان بنات كتير قوي دلوقتي بتفكر وخايفه جدا وما ذاكرتش وما بداتش المذاكره وحاسه ان انا هسقط، والتفكير مغطي عليا، مخلي نفسيتي وحشه، مخليني مش قادره اقعد اذاكر. انا بمر زيكم بنفس الحاله دي، وعارفه كويس قوي الحل بتاع الموضوع ده. عايزاكم تركزوا في الفيديو بتاع النهارده، تسمعوه بقلبكم مش بودنكم بس، ركزوا. انا عايزه الحاسين يشتغلوا في الفيديو بتاع النهارده. ركزي معايا، الفيديو هيفرق معاكي جدا والفيديو هيفرق معاك جدا. طبعا معايا الفيديو الاخر، مش تحط لايك للفيديو لو بتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات، ويلا بينا نلاقيه. سوري لو شكلي متمرمط، فخلونا متفقين ان انا خارجه النهارده من الساعه 2 اللي هو قبل العصر، وراجعه الساعه حوالي 9:30 بالليل. ففكره ان الميك اب لسه موجود ده الحمد لله قوي. طيب اول حاجه لازم نبدا بيها ونعرفها، ان احنا قبل ما نرجع نستعيد طاقتنا لازم من جوانا احنا نبقى مستعدين نفسيا. انت مش هتعرفي تذاكري وانت من جواكي مش مستعده، سواء اتبسطتي في رمضان او اتبسطتي في العيد او لا، فانت خلاص احنا داخلين في وقت الجد. فاضل شهر على الامتحانات او اقل او اكتر، ايا يكن على الاقل مش هيبقى فاضل يعني اقل من 3 اسابيع. فعايزاكي تركزي كويس قوي معايا بعد الفيديو ده. تعملي ايه؟ هتفرجي الفيديو ده، انا اوريدي الفيديوهات بتاعتي بتنزل مثلا على الساعه 8 9 بالليل، هتدخلي دلوقتي، عارفه لو واخده شاور الصبح هتاخدي تاني، اسمعي كلامي وهتفوقي وبصي هتلاقي مودك اتغير يعني 180 درجه. هتخشي تاخدي الشاور بتاعك او هتخشي تاخدي الشاور بتاعك، ظبطي نفسك، تحطي برفيوم كده حلو وانت قاعده في البيت بقى، وبادي سبلاش، ما عندكيش بادي سبلاش ممكن تحطي بقى، بصي دلعي نفسك باللي عندك في البيت، عندك عود بقى، بصي انا عايزه ريحتك تبقى مش عارفه كده. هتقولي ده ايه علاقته بالمذاكره؟ هقول لك استني عليا، احنا بنظبط نفسيتنا علشان نقدر نذاكر. تمام، قمتي جهزتي، خدتي الشاور ولبستي، لبستي بقى البيجامه بتاعتك بقى، بيجامه العيد او بيجامه من عندك. انا عن نفسي ما جبتش بيجامه العيد بصراحه، فهلبس اي حاجه من عندي. خش اخد شاور، ادلع نفسي. هنيجي دلوقتي لمرحله مهمه جدا، لو انت اوضتك مش متروقه او المكتب بتاعك مش متروق او المكان اللي بتذاكري فيه مش متروق، من قبل ما تخشي تاخدي الشاور هتظبطيه. هتقومي دلوقتي هتبصي حواليكي، انت محتاجه ايه في الاوضه؟ محتاجه الاوضه دي مثلا تتروق، وعايزه افرش ملايه جديده، وعايزه اظبط مش عارفه ايه، هتظبطي اوضتك. بعد كده تاخدي يعني هتدخلي تاخدي الشاور بتاعك على رواقه، انت خلاص نظفتي الاوضه بتاعتك فهتطلعي من الشاور جاهزه. تمام، ظبطي نفسك، ظبطي نفسيتك، هتخشي على المطبخ على طول، تعملي كوبايه الايس كوفي بتاعك، تعملي كوبايه النسكافيه. انا اوريدي عملت لكم طريقه الايس كوفي قبل كده، ممكن اقول لكم الطريقه بشكل سريع جدا. هتجيبي كوبايه، اي كوبايه عندك، هتحطي فيها تلج وهتحطي فيها لبن، تحبيش التلج الكتير حطي تلج قليل، هتحطي فيها لبن. هتعملي، عارفين يا جماعه الاكياس بتاعه النسكافيه الجولد او النسكافيه اللي هو بالكراميل او بالفانيليا، اي نسكافيه عموما، الاكياس اللي هي ب 5 جنيه دي، بتفضيها في كوبايه وتحطي عليها شويه ميه، بتقلبيها كويس جدا جدا جدا، وبعدين بتقلبيها. بصوا الكميه بتبقى قد كده بالظبط، انت بتعملي يعني القهوه مركزه او النسكافيه مركز، وبعدين بتروحي دلقاه على اللبن والتلج وتحطي عليه بقى صوص كراميل، من صوص شوكليت من جيبيه من عند اي سوبر ماركت، ممكن تعمليه من غير صوص برده عادي، بتبقى طعمه حلو جدا. تحبي السكر زياده تضيفي سكر، انا ما بضيفش سكر بصراحه عشان ما بيقوم سكر. تمام كده جهزنا مشروب، جهزنا نفسيتنا، نقعد بقى نخطط. انا مش عايزاكي تخططي وتتعبي نفسك بالتخطيط قوي علشان ما تضغطيش، انا عايزاكي تفكري وتنفذي في نفس الوقت. يعني مثلا انا كعبير عندي في الجامعه الترم الثاني 6 مواد، انا مش هقعد افكر بقى انا ايه اللي متراكم عليا وبتاع، انا خلاص انا فكرت ان انا مثلا هذاكر النهارده محاسبه، هجيب الماده بتاعتي على طول، هجيب كل الكميه اللي محتاجه تتذاكر هحطها قدامي، هجيب اول ملزمه وهبدا فيها على طول. انا مش عايزاكي تضيعي وقت بالتفكير، الوقت بتاع التفكير ده انت اولى بيه، انت كل ما هتفكري كل ما هتاخري نفسك، كل ما هتفكري كل ما هتضايقي نفسك وتعقدي نفسك. بدل ما تذاكري كميه كبيره في ساعه، هتلاقي نفسك في الساعة عمالة تفكري أكتر ما أنتي بتذاكري. تمام؟ طيب جهزي نفسيتك وبدأتي مذاكرة، عايزاكي تكافئي نفسك كل ساعة.
مش هقولك اكتر من كده. تكافئي نفسك كل ساعه. انت مثلا بداتي بمشروب، بعد ساعه انا مش عايزاك تمسكي الموبايل، والله العظيم الموبايل ما هيفيدك بحاجه، وموبايل مش هي يعني مش هيفيدك باي حاجه. انت بصي، انت اتفرجتي على الفيديو بتاعي دلوقتي، خلاص انت كده خدتي البريك بتاعك، تمام. طيب خلصتي بقى من الاول بريك، خلصتي من الاول بريك، هتقومي تعملي لك اندومي، تعملي لك اكل، تقومي تتحركي في البيت، العبي زومبا في البيت، بصي اتعلمي اي رياضه اعمليها في البيت، افتحي فيديو على اليوتيوب او نزلي فيديو عندك من على التيك توك او اي حاجه، وفي حاولي تتعلمي اي رياضه وانت في البيت، سواء بقى تعملي سكوات، تلعبي زومبا، هترقصي، بصي انت براحتك. هتخلصي بقى الرياضه بتاعتك في البريك بتاعك وهترجعي تكملي مذاكره. انا بصراحه ما انصحكيش ان يعني ما انصحكيش انك تقعدي على نفس الماده اكتر من مره. ذاكرتي جزء من ماده، ذاكري جزء تاني من ماده. طب انت بقى بتحبي الماده دي وعندك امكانيه ان انت تكملي فيها، كملي فيها الساعه الثانيه وبعدين خدي بريك وابداي في ماده ثانيه. صدقيني الطريقه دي هتخليكي تذاكري وقت اكتر وهتخليكي ما تمليش من المذاكره. حاولي قد ما تقدري وانت بتذاكري. الموبايل بيرن. يا جماعه عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه بتضايقني في حياتي ان انا يعني الموبايل بيضيع من وقتي جدا، سواء كان الواتساب، الانستجرام، الستوريز، المرض بتاع ان عايز اتفرج فيديوهات كتير. فحاولي انت تسيطري على نفسك، انت لو سيطرتي على نفسك هتلاقي كل بقيه الحاجات سهله. في حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، انا طبعا بقول لك ان انت الفيديو بتاعي بينزل لك 8 9، انت على حسب برده ما هتتفرجي الفيديو ده، ما تنسيش بعد ما تاخدي الشاور بتاعك وانت كده على نظافه تقومي تصلي ركعتين، تدعي ربنا ان هو بقى، بصي هقول لك دعاء حلو قوي قوي قوي، انك تقولي اللهم ارني عجائب قدرتك في كذا. الكذا ده بقى اللي هو اللي انت عايز تحققيه. انا بقى دايما بقول اللهم ارني عجائب قدرتك في رزقي، اللهم ارني عجائب قدرتك في نجاحي، في الدراسه، في شغلي، في كل حاجه. ادعي الدعوه دي وانت ساجده، والله العظيم ربنا عمره ما هيخذلك. انت بتدعي ربنا يوفقك في دراستك، انت متخيله؟ ده انت اصلا وانت قاعده بتذاكري انت بتاخدي حسنات، ما بالك ربنا يعني مش هيوفقك؟ اكيد طبعا لا. فبجد عايزاكي تدعي وتقربي من ربنا جدا، مش عشان خاطر الدراسه، انت بتقربي من ربنا عموما، ومش عيب ومش حرام ان انت تقربي من ربنا اكتر لما انت تبقي داخله على امتحانات. انا عارفه ان احنا كلنا بنقصر في حق ربنا وفي الصلاه وفي الدعاء، بس استغفري ربنا كتير، ادعي كتير جدا، بجد ربنا غفور، ربنا بيغفر. الوقت انا سمعت معلومات كثيره قوي في الموضوع ده، ان انت لما بتيجي تسجدي كل الذنوب بتاعتك بتروح، ما بين كل صلاه وصلاه انت اكيد بتشتمي، بتعملي غلطات، بتذنبي كتير، مجرد ما تيجي تركعي وتسجدي ربنا بينزل من عليكي كل الذنوب دي. انت متخيلين يعني انت مهما عملتي ربنا بيسامحك، فمش معقوله ان انت تكوني بتقصري في حقه كمان اللي هي الفروض الاساسيه. فانا دلوقتي مش هنقلب بقى يعني الموضوع للنقطه دي، انا كده اديتك النصيحه، انت حر عايز تعملي بيها اعملي، مش عايز تعملي براحتك. انا نصحتك بالنصيحه الشخصيه بتاعتي اللي بتفرق معايا واللي تخليني مرضيه مهما كان مجموعي ايه، وكمان بجيب الحمد لله درجات كويسه جدا جدا جدا، ربنا بيكرمني. حتى على فكره عايزه اقول لكم ان الرضا اللي جوايا مهما كانت درجتي ايه، مش اي حد بيبقى عنده الموضوع ده بجد. فادعي ربنا ويوفقك ويرزقنا كلنا. وعايزه اقول لك ان الوقت لسه بدري، انت لو قدامك يوم واحد قبل الامتحان فانت تقدري تعملي فيه كل حاجه، انت لسه قدامك من 3 اسابيع لشهر او شهر ونص كمان، تقدري تعملي فيهم حاجات كتير قوي. انا عايزاكي تقومي تتحركي من دلوقتي، ما تضايقيش نفسك خالص، ما تفكريش في اللي عدى، اللي عدى ماضي خلاص، احنا دلوقتي هنركز في اللي احنا فيه واللي احنا داخلين عليه. فبجد اتمنى ان احنا ناخد موقف كده مع نفسنا، نكون اقوى من الشيطان، نكون اقوى من النفس اللي هي يعني مش عارفه يقولوا عليها ايه، بس النفس اللي هي اللوامه او النفس اللي بتخليكي على طول بتلومي نفسك وبتقولي هو انا ليه عملت في نفسي كده. انت كل الكلام ده خالص، وابداي بدايه جديده مع نفسك. ولو انت ولد بتتفرج الفيديو ده اعذرني، انا اسفه بجد ان انا بتكلم بصيغه البنت، بس اكتر بتفرج عليا بنات. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى هو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تسمعوا الكلام اللي فيه كويس جدا. ولو انت بتفرجي الفيديو ده وقلقانه، انا عايزه اقول لك ما تقلقيش، ربنا موجود. لو انت لسه ما بداتيش مذاكره وانت في ثانويه عامه، انا زيك، انا السنه اللي فاتت بدات في اخر اسبوع او اسبوعين قبل الامتحانات، الحمد لله لميت جزء كبير وفي الاخر نجحت ودخلت كليه كويسه انا كنت عايزه ادخلها اصلا. فما تزعليش نفسك خالص، وحتى لو امتحنتي قبل كده وما جبتيش درجات كويسه، ده مش معناها انك انت وحشه، لا بالعكس ربنا بيبقى مخبي لك الاحسن. مش عايزه اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، لان انتوا وراكم مذاكره. قوموا دلوقتي يا جماعه اعملوا اللي انا قلت لكم عليه، وبحبكم قوي قوي قوي، اشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تكتبوا لي افكار في الكومنتس لو في فكره فيديو معينه حابين ان انا اعملها، ويلا باي.